هديني النبي على دي محفظه. راحت فين يا بنت؟ المحفظه دي بس يا دكتور حسن، دي باني عليها معكمه على الاخر معكمه. والله لو رحت لاكون قايل لابوك عشان يقشرك زي ما بيقشر التين الشوكي. قول ما يهمنيش قول. خد شيلها مع زمايلها يمكن تنفعك. سلام. سلام ايه؟ رايحه فين؟ ابعد عني. ريشه. اهلا يا دودي. اهلا يا نورهان. اهلا يا سلوى. اهلا بيك يا حبيبتي. اهلا يا عم مصطفى. لا مؤاخذه يا عمي، اصلي كعبلت في السجاده. اشطبت. انا عايز اعرف انت جبت الفلوس دي من جيب الراجل ازاي من غير ما احس؟ اما عملت نفسي كعبلت في حرف السجاده ورحت طب على صدره، رحت عاكشه منه الفلوس. فلا صبر بلا غيره. منك لله دودو. طيب انا انت دودو. ما لسه بدري يا حسن. بدري من عمرك يا اختي انت وخالك، بدري من عمركم. انا هوريكم. ايه ده؟ ايه ده؟ فلوس فلوس. قالوا جاي قابلني عند السجن بعصبوا فرحان بيا. اجيب له فين فلوس انا دلوقتي؟ معلش يا خالي ما تزعلش. العشرة جنيه اللي انت اديتهم لهم. ما تحاسبي يا شاطره، انت لازقه فيا اللزقه دي ايه كده يا حبيبتي؟ معلش يا حاجه، اصل البت اللي ورايا اللي تنشك في قلبها بتزنق عليا. يا رب هون علينا بقى الوقفه دي يا رب، عشان ناخد اللي فين عيش ونمشي من الطابور الزفت ده. يسمع منك ربنا قادر يا كريم. ايه يا بنات؟ انتوا قاعدين هنا بتعملوا ايه؟ بنتحدد مع بعض شويه اهو. الله، طب ما تنزلوا تحت في قاعه السينما مع زميلاتكم اتفرجوا على الفيلم اللي هيتعرض النهارده. وانا في سيما يا ابله؟ طبعا يا حبيبتي، كل يوم خميس بيتعرض فيلم. احبك يا ابله. يا بنتي حرام عليكي. ايه يا ريشه؟ يا بنتي خنقتيني، حرام عليكي. ما لسه بدري يا حبيبتي. بدري من عمرك يا طنط. باي باي يا دودي. باي باي يا نورهان. ايه هو انا مفيش باي باي؟ لا ازاي، ده انت الحضن الكبير ليكي. انا اذنكم. جبتها لك ليه؟ بمناسبه رجوعك. باشا يؤمر بحاجه كده لنفسه؟ انا في الحقيقه محتاج رفع الطاقه. طبعا قوي قوي يا اسماعيل. تحت امرك يا هاني. شوف الباشا يؤمر بيه. الباشا يؤمر؟ انا كنت بسال عن كرافات. لا احنا عندنا كرافتات هايله تجنن، كلها مستورده من فرنسا ولندن. هايل جدا. طيب ممكن اتفرج عليها فين؟ في القسم الرجالي يا فندم. لا ان شاء الله هتلاقوا كل اللي انتوا عايزينه، الاستاندات قدامكم اهي، اختار. شكرا. بنطلونات ستريتش. ها؟ بنطلونات ستريتش. البنطلونات هتلاقي البنطلونات على ايدك اليمين هناك. ايه بنطلون الساندوتش اللي بتقول عليه؟ انا لسه كنت هقلبها، حظ خدمها، حاجه تخنه. تذاكر دي اللي ما ضاعش يا اخوانا، ممنوع الزواغان من عمكم سعفان. خد بالك يا اخينا، البت اللي قعدت دي سرقت محفظتك. واقف يا سلام، انت بس خدناها لحد البت اللي سرقت.